الآن غنوريكم كيفية تسميد هذه الشجرة الصغيرة. السماد هو هذا سماد الغنم متحلل. لماذا دائما أتكلم وأقول متحلل؟ لأن متحلل تحللا كاملا كيساهم بشكل كبير، يعني في يكون نافع جدا للشجرة. وثاني حاجة، يعني مثلا شرف الله قدركم، لاحظوا مثل التراب، لاحظوا يعني كأنه تراب، وكتكون فيه يعني الغنم أو البقر كياكل يعني النباتات، والنباتات كتكون فيها البذور. إن لم يتحلل تحللا كاملا البذور تنمو ويصبح دائما عندك مشكل ديال النباتات الغير مرغوب فيها بجنب جذوع الأشجار، لهذا تنافسها عن الماء والغذاء. لهذا يعني يجب يعني بالنسبة للسماد الجديد يجب أن يتحلل لكي يستفيد من الشجرة، وفي نفس الوقت يعني ينتهي الأمر ديال البذور ويصبح يعني استفادة أكثر من الإداية. إذا تبعوا معنا كيفاش غنسمدوا، غنسمدوا بجنب هكذا، يعني جنب الكمية يعني بالنسبة لهذه الشتلة صغيرة تقريبا حوالي 5 كيلو تقريبا يا السماد هكذا، يعني دائرة بجنب. سامحوا الإخوان لأن أنا كنصور وكاين الرياح وخدام، يعني كنصور بيد وخدام بيد من أجل إيصال المعلومة. وعلى ذكر المعلومة، المعلومة ليست ملكا لأحد، فهي الملك للجميع، ولا يجب لا يحق لأي شخص أن ينسب المعلومة إلى نفسه، لأن المعلومة حق للجميع وملك للجميع. إذا كيف كتلاحظوا الآن، ها احنا سمدنا بشكل دائرة السماد مع كما قلت لكم يعني تغطية الجذع بالتراب، ثم الآن غنقوم بعزق يعني الأرض بجنب الشتلة ونتركها إلى شهر واحد إن شاء الله، نقوم بالتقليم ديالها. يعني اللي زايد نزولوه، واللي يعني غيسبب مشكل الشتلة نحاول ننزعوه، وإن شاء الله في فصل الربيع ستنطلق انطلاقة جيدة، وفي بداية فصل الربيع سنقوم بتسميدها كذلك، يعني لكي نعطيها شحنة جديدة. وهذا ما جاء في علمنا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.